السلام عليكم أخي في الله وأخي في الإنسانية، أختي في الله وأختي في الإنسانية، ماذا قدمت لإخوانك في تركستان الشرقية؟ هل عرفت عن معاناتهم شيئا؟ هل قرأت خبرا عن أحوالهم؟ هل ساعدت يوما تركستانيا؟ هل قدمت لهم شيئا؟ هل قاطعت منتجا صينيا تعبيرا عن تضامنك معهم؟ أيها الخطيب، هل تحدثت في خطبتك يوما عن أحوالهم؟ أيها الصحفي وأيتها الصحفية، هل كتبت منشورا عن أحوالهم على صفحتك؟ أيها المغرد، هل غردت يوما خبرا عن أحوالهم في تويتر أو فيسبوك أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي؟ ماذا قدمت؟ هل دعوت الله عز وجل بالنصر والتمكين لهم؟ هل دمعت عيناك لمعاناتهم؟ ماذا قدمت؟ هيا فلتقدم ما تستطيع أن تقدمه لأهل تركستان الشرقية.